عزة أنا طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله. تحية عربية إسلامية أقدمها إليكم مطلع الفصل الدراسي الثاني، داعياً الله تبارك وتعالى أن تكونوا في أفضل صحة وأحسن حال. أعزة أنا الطلبة والطالبات، في الفصل الدراسي الثاني نكمل سوياً الأساليب الإنشائية ونتعرف إلى درس مهم للغاية هو الإسناد وصوره وحالاته. على أي حال نبدأ درسنا مع أسلوب إنشائي مهم من الأساليب الإنشائية الخمسة، ألا وهو أسلوب الاستفهام. أهلا بكم. نبدأ سوياً في تعريف الاستفهام، ولكن قبل أن نذهب إلى تعريف الاستفهام نريد أن نتأمل الأمثلة التالية. من خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم في العرب؟ كيف جاء أحمد؟ من ضرب أبوك؟ أفهم الطالب الدرس؟ هل نجح أحمد؟ أعزائنا الطلبة، نلاحظ في هذه الأمثلة التي قرأناها سويا أننا نريد أن ندرك شيئا أو جزءا من أجزاء الجملة. ففي المثال الأول أنا أقول لك من خاتم الأنبياء والمرسلين؟ أنت تقول لي محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. إذن نحن نسأل عن مبتدأ، نستفهم عن مبتدأ، نريد أن ندرك من الذي خاتم الأنبياء والمرسلين. وفي المثال الثاني ما فعل محمد في العرب؟ تقولون لي مثلا أنقذ العرب من ضلال الجاهلية. طيب أنا أسأل عن أي شيء؟ ما فعل محمد؟ تقول لي أنقذ العرب، أنا أريد أن أدرك فعلا. وفي مثالي كيف جاء أحمد؟ نحن نريد أن نستفهم وندرك حال مجيء أحمد. أنت تقول لي جاء أحمد راكبا، جاء أحمد ماشيا، فأنا هنا أريد أن أدرك شيئا هو حال مجيء أحمد. تقول لي والله جاء أحمد راكبا. وفي المثال الثاني نقرأ من ضرب أبوك؟ تقول لي ضرب أبي أخي. من ضرب أبوك؟ أبوك هنا الفاعل، وأنا أستفهم عن الذي وقع عليه فعل الفاعل، وأنا أسألك من ضرب أبوك؟ تقول لي ضرب أبي أخي، فأنا أريد أن أدرك وأعرف من وقع عليه فعل الفاعل وهو المفعول. وأقول لك أفهم أحمد الدرس؟ هذا مثال يوجد فيه فهم هذا الفعل، وأحمد هذا الفاعل، والدرس هذا مفعول به. عن أي شيء تسأل يا أستاذ؟ أقول لك أسأل عن تحقق الفهم لأحمد أم لم يتحقق. فإذا تحقق الفهم تقول لي نعم فهم أحمد الدرس، وإذا لم يتحقق تقول لي لا لم يفهم أحمد الدرس. وأنا أسألك أيضا أقول لك هل فهم أحمد الدرس؟ تقول لي إذا فهم وتحقق الفهم نعم فهم، إذا لم يفهم تقول لي لا لم يفهم. إذن نحن في الاستفهام نطلب الفهم، نطلب إدراك شيء إما مبتدأ أو إما فعل أو إما حال أو إما مفعول به، أو نريد تحقيق شيء نثبته بهل ونثبته بالإجابة عن هل بنعم، أو هذا الشيء لم نتحقق
فنقول لا لم يحدث أو يتحقق. نريد أن نفهم من ذلك أن الاستفهام طلب فهم، في اللغة الاستفهام طلب فهم، وفي الاصطلاح البلاغي نحن نريد أن نقرأ هذا التعريف بعد أن فهمنا هذه الأمثلة. نقرأ سويا تعريف الاستفهام لغة واصطلاحا. نذهب إلى تعريف الاستفهام في اللغة. فالاستفهام من مادة فهمة، وهي طلب فهم الشيء، واستفهمه أي سأله أن يفهمه، هذا هو المعنى في اللغة. وأريدكم أن تدققوا في المعنى اللغوي، هو طلب فهم الشيء، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح البلاغي فالاستفهام هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل، وذلك بأداة من إحدى أدوات الاستفهام. طلب الفهم هذا هو المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، وذلك بأداة من إحدى أدوات الاستفهام، وسنفرد لها شرحا لاحقا بإذن الله. لكن أعزائنا الطلبة، هل أي سؤال ممكن أن نقول عليه هو سؤال بلاغي؟ يعني صادفك أحد في الشارع وسألك هي الساعة كام؟ كم الساعة؟ في أي يوم نحن؟ هل نستطيع أن نقول هذا سؤال بلاغي؟ لا طبعا، ليس كل سؤال سؤالا بلاغيا. متى يكون السؤال سؤالا بلاغيا؟ ومتى يكون السؤال سؤالا حقيقيا؟ متى يكون الاستفهام حقيقيا؟ ومتى يكون بلاغيا؟ ليس كل سؤال نستطيع أن نقول عنه سؤال بلاغي، وممكن يكون السؤال حقيقي كما وضحت لكم. يكون الاستفهام حقيقيا عندما يكون من جاهل بالجواب يريد أن يعلمه. سألك سائل في أي يوم نحن؟ وإحنا النهاردة إيه؟ هذا سؤال، لكن هل نستطيع أن نقول هو سؤال بلاغي؟ لا. سألك أبوك في البيت أي شيء تدرس؟ بتذاكر إيه؟ هذا سؤال حقيقي. إذن السؤال الحقيقي يكون من جاهل بالجواب يريد أن يدركه، يريد أن يفهم، يريد يطلب منك معرفة شيء، هذا سؤال حقيقي. ونحن نستفهم في أسئلة حقيقية في حياتنا، بأسئلة حقيقية في حياتنا، هذا سؤال حقيقي. كذلك قد يأتي السؤال من عالم بالجواب يريد أن يعرف أن المتلقي يعلم الجواب. خير مثال على ذلك أساتذتك عندما يسألونك، أنا الآن شرحت لك تعريف الاستفهام وأقول لك ما الاستفهام؟ هل أنا عندما أسأل أنا لا أعرف الجواب؟ أنا أعرف الجواب بالفعل، ولكن أريد أن أتأكد أنك تعرف الجواب. ونلاحظ ذلك في قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، الله تبارك وتعالى علم منذ الأزل أن ما بيدي موسى هي العصا. وهنا هذا السؤال كان مفتاحا لباب من الحوار، من ورائه يأتي الاستئناث لكي ينظر موسى إلى هذه العصا فتتحول بعد ذلك إلى ثعبان، والقصة كما تعلمون. الله سبحانه وتعالى عندما يسأل وما تلك بيمينك يا موسى، سبحانه وتعالى لم يكن جاهلا بما في يدي موسى، ولكن هذا استفهام حقيقي. إذن الاستفهام الحقيقي يكون من جاهل بالجواب يريد أن يعرف، يريد أن يدرك، ومن عالم بالجواب يريد أن يعرف أنك تعرف الإجابة، كمثل الأسئلة التي يلقيها عليك أساتذك. متى يكون الاستفهام بلاغيا؟ إذا فقد هذين الشرطين. ونحن نقرأ في قول الحق تبارك وتعالى فأين تذهبون، هذا استفهام بلاغي، الغرض منه هو التنبيه على ضلال هؤلاء. أين تذهبون من رحمة الله؟ أين تذهبون من ملكوت الله سبحانه وتعالى؟ فالأرض أرضه والسماء سماؤه،
هنا الغرض من الاستفهام هو التنبيه على ضلال هؤلاء، أين ستهربوا؟ أين تفروا من الله سبحانه وتعالى؟ فأين تذهبون؟ هذا استفهام بلاغي. طيب، ما الألفاظ الموضوعة للاستفهام؟ هي 11 أداة، وهي نوعان من حيث اللفظ. يوجد حرفان الهمزة وهل، وتسعة أسماء هي أين، أن، أيان، أي، كم، كيف، ما، متى، من. تسعة أسماء وحرفان، هكذا هي 11 أداة. تستطيع أن تتذكر أدوات الاستفهام كلها، الحرفان والتسعة أسماء، من خلال حروف كلمة أكمه. فالهمزة تجدها فيه أ، وأين، وأن، وأيان، وأي. والكاف تجدها في كم وكيف، والميم تجدها في ما، متى، من، والهاء موجودة في هل. طيب، عن أي شيء نستفهم؟ إحنا بنسأل ليه؟ بنسأل من أجل إدراك شيء. ممكن نحن نريد أن ندرك شيء مفرد، كمثل الأمثلة التي فتحنا بها حلقتنا اليوم. عندما سألتك من خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف جاء أحمد؟ من ضرب أبوك؟ أفهم محمد الدرس؟ نحن نسأل لإدراك. ممكن نريد إدراك مفرد، كمثل من خاتم الأنبياء؟ كنا محمد صلى الله عليه وسلم، ندرك مسندا إليه، هو مبتدأ. ممكن ندرك، نسأل علشان ندرك مسند وهو الفاعل. ممكن نسأل لكي ندرك متعلقا من متعلقات الجملة كالحال، كيف جاء أحمد؟ جاء أحمد راكبا، هذا مفرد. فنحن نسأل لإدراك مفرد. أما إذا قلت لك هل فهم أحمد الدرس؟ كل مكونات الجملة موجودة، أحمد وفهم والدرس، لكن نحن نسأل لإدراك هل تحققت نسبة الفهم لأحمد أم لم تتحقق. فنحن نسأل، نستفهم لإدراك أحد أجزاء الجملة، أو نسأل لإدراك هل تحققت النسبة في الجملة أو في السؤال أم لم تتحقق. معنى ذلك أننا نسأل لإدراك مفرد أو نسأل لإدراك نسبة. هذا ما نقدمه إليكم. نستفهم عن المسند إليه وسنعرف صور المسند إليه، أو نستفهم عن المسند وسنعرف صور المسند، أو أحد المتعلقات في الجملة، أو نسأل عن إدراك النسبة. طيب، المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر. المسند إليه أسماء النواسخ الفعلية والحرفية. يعني إيه أسماء النواسخ؟ يعني اسم إن وأخواتها، ده مسند إليه. اسم كان وأخواتها، ده مسند إليه. المسند إليه الفاعل، والمسند إليه أيضا نائب الفاعل. يعني عندما سألنا من خاتم الأنبياء والمرسلين، كنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مبتدأ. نحن الآن نريد أن نستفهم وندرك مسندا إليه، مبتدأ؟ ولما قلنا ما فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نستفهم عن فعل، فالفعل مسند. وعندما أقول لك كيف جاء أحمد، تقول جاء أحمد راكبا. راكبا حال، الحال ليس مسندا، الحال أحد متعلقات الجملة. نريد أن نفهم هذه المصطلحات النحوية. تقول لي يا أستاذ والله إحنا في درس بلاغة، ما علاقة النحو بالبلاغة؟ أقول لك البلاغة من وادي النحو، والنحو من وادي البلاغة. لن تستطيع أن تتقدم خطوة في علم البلاغة إلا إذا كنت مدركا لهذه الأمور: المبتدأ، الخبر، الفعل، الفاعل، المفعول، الحال، إلى آخره. هذه الأشياء أشياء مهمة لابد أن نعرفها، ستساعدنا كثيرا في درس الإسناد.
المسند خبر المبتدأ وخبر النواسخ، سواء خبر إن وأخواتها أو خبر كان وأخواتها، والمبتدأ المستغني بمرفوعه عن فاعل. ما معنى هذا الكلام؟ مبتدأ مستغني بمرفوعه عن فاعل، كيف يكون هذا؟ أقول لك، إذا كان المبتدأ من المشتقات فهو يستغني بمرفوعه عن الخبر. لا، كلام هذا يحتاج إلى شرح. أقول لك، أصبور أخوك في الشدائد؟ أصبور أخوك في الشدائد؟ كلمة صبور هنا مبتدأ، ولكن كلمة صبور هنا هي إحدى المشتقات. كلمة صبور صيغة مبالغة تعمل عمل الفعل لأن تقدمها استفهام. طيب، أصبور أخوك، تقول لي أخوك دي الخبر، أقول لك لا، ليست الخبر. لماذا؟ أقول لك لأن المبتدأ هنا أحد المشتقات العاملة عمل الفعل. أصبور أخوك، تكون كلمة أخوك هذه فاعلة ليست خبرا. تقول لي وأين الخبر؟ فين الخبر يا أستاذ؟ أقول لك الفاعل سد مسد الخبر، وهذا ما يسمى المبتدأ المستغني بمرفوعه عن الخبر. مبتدأ مستغني بمرفوعه عن الخبر عندما يكون المبتدأ أحد المشتقات، وأنت تعلمها اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة إلى آخره. يأتي المبتدأ أحد المشتقات فيستغني بمرفوعه عن الخبر. هذا المبتدأ الذي يستغني بمرفوعه عن الخبر هو مسند. وكذلك من صور المسند الفعل التام. أقول لك جاء الحق. جاء هذا فعل، هذا مسند. الحق فاعل، هذا مسند إليه. الموضوع شكله هيلخبطنا أستاذ. أقول لك لا، ليست هناك أي لخبطة. الفكرة أن تفهم مبتدأ وخبر وفعل وفاعل إلى آخره. وكذلك من صور المسند المصدر النائب عن الفعل. المصدر النائب عن الفعل. إذن نحن نستفهم لإدراك مسند إليه، وقلنا صوره، أو المسند وهذه هي صوره، أو نستفهم لإدراك أحد متعلقات الجملة. والمتعلقات فهي غير ذلك من الوظائف النحوية، كالمفعول والظرف والمجرور والحال. يعني في قولنا من ضرب أبوك، تقول لي ضرب أبي أخي. كلمة من هي المفعول به. إذا أردت أن تعرب من ضرب أخوك، تعرب كلمة من، أجب عن السؤال. ضرب أخي، ضرب أبي أخي، أخي هذه المفعول به. إذن من هذه مفعول به. إذن نحن نسأل هنا عن مسند إليه؟ لا. نسأل عن مسند؟ لا. أما نسأل عن ماذا؟ نسأل عن أحد متعلقات الجملة وهو المفعول به. كيف جاء أحمد؟ جاء أحمد راكبا. راكبا حال، تعرب حال، والحال ليس مسندا، وليس مسندا إلي، إنما هو متعلق من متعلقات الجملة. نريد أن نفهم ذلك. أما النسبة فهي أمر معنوي، وهي تعلق المسند بالمسند إليه على وجه ما. في قولنا هل فاهم أحمد الدرس؟ تقول لي والله يا أستاذ كل أجزاء الجملة موجودة، فاهم الفعل وأحمد الفاعل والدرس مفعول به، يعني المسند والمسند إليه ومتعلق موجود. عن أي شيء نستفهم؟ نحن نستفهم عن هذه النسبة، تعلق المسند بالمسند إليه. هل فعلا تحقق الفهم لأحمد أم لم يتحقق؟ هذه هي النسبة. تقول لي يعني النسبة هي أمر معنوي؟ إنما المسند والمسند إليه أمر لفظي موجود في الجملة، في جملة السؤال، في جملة الاستفهام. أيوة، النسبة هي أمر معنوي، تعلق المسند بالمسند إليه على أمر ما ليفيد هذا المعنى. والسؤال بالنسبة بالهمزة أو بهل، وتكون الإجابة بنعم أو بلا. إذا تحققت نعم فاهم، إذا لم تتحقق لا، لم يفهم. لماذا نستفهم؟ نتأمل الأمثلة التالية، وهي الأمثلة التي ضربناها لكم الآن. من خاتم الأنبياء والمرسلين؟ ما فعل محمد صلى الله عليه وسلم في العرب؟ كيف جاء أحمد؟ من ضرب أبوك؟ فنحن هنا نستفهم من أجل إدراك أحد مكونات الجملة، المسند إليه أو المسند أو المتعلقات.
هذا ما يسمى التصور. فالتصور هو إدراك أحد مكونات الجملة. التصور هو إدراك أحد مكونات الجملة، سواء كان مسندا إليه أو مسند أو متعلق من متعلقات المسند والمسند إليه. فهذا ما يسمى التصور. التصور هو إدراك المسند إليه أو المسند أو أحد المتعلقات. ويكون التصور بإحدى الأدوات التالية: الهمزة، أين، أن، أيان، أي، كم، كيف، ما، متى، من. نريد أن نتأمل هذين المثالين. أفهم الطالب الدرس؟ هل نجح أحمد؟ نجد أن أجزاء الجملة كلها موجودة: الفعل والفاعل والمفعول، أو بلغة البلاغة الفعل مسند والفاعل مسند إليه والدرس مفعول به، هذا من متعلقات الجملة. طيب عن أي شيء نستفهم؟ نحن نستفهم عن نسبة تحقق الفهم للطالب، وفي المثال الثاني نستفهم عن نسبة تحقق النجاح لأحمد. إذن نحن الآن لا ندرك، لا نطلب إدراك جزء من أجزاء الجملة، فالجملة كلها أمامنا موجودة، إنما نستفهم عن النسبة. والاستفهام عن النسبة لنعرف هل هي مطابقة للواقع أو لا، هذا ما يسمى التصديق. فالتصديق هو إدراك مطابقة النسبة الكلمية للواقع أو عدم مطابقتها. هل تحقق فعلا النجاح لأحمد أم لم يتحقق؟ إذا تحقق نعم، إذا لم يتحقق لا. إذن التصديق إدراك مطابقة النسبة الكلمية للواقع أو عدم مطابقتها. والتصديق يكون بالهمزة وهل. أعزائنا، نلاحظ أن الهمزة قد تستخدم في التصور وقد تستخدم في التصديق، أما هل فهي لا تستخدم إلا في التصديق. تمام؟ أقول أحضر محمد، أحضر محمد، هذه الجملة وهذا السؤال مكون من مسند ومسند إليه، يعني مكون من فعل وفاعل، أجزاء الجملة موجودة. فأقول إذا تحققت النسبة الكلامية ووافقت الواقع أقول نعم حضر، إذا لم يحضر محمد أقول لا. إذن الهمزة هنا هي طلبنا بها التصديق. لاحظ أن الهمزة يطلب بها تصورا وتصديق، أما هل فهي للتصديق فقط. وعلى ذلك نحن نستفهم لإدراك إما التصور وهو إدراك المسند إليه أو المسند أو أحد المتعلقات وذلك لتعيينه، أو نستفهم للتصديق وهو إدراك النسبة بين المسند إليه أو المسند أو أحد المتعلقات ومطابقتها للواقع أو عدم مطابقته. وعلى ذلك أقسام أدوات الاستفهام من حيث التصور والتصديق: ما يطلب به التصور تارة والتصديق تارة أخرى. هذا هو حرف الهمزة، نطلب بها التصور ونطلب بها التصديق. وما يطلب به التصديق فقط وهو هل، وما يطلب به التصور فقط وهو بقية ألفاظ الاستفهام. وظائف أدوات الاستفهام: الهمزة كما قلنا يطلب بها التصور وهو إدراك جزء من الجملة. أقائد الجيش في القيادة أم في الميدان؟ تقول لي في القيادة. أنا طلبت هنا الإدراك عن جر ومجرور، والجر والمجرور جزء من أجزاء الجملة، فهذا تصور. أما التصديق فهو إدراك نسبة بين أجزاء الجملة. أقول لك أنجحت المقاومة الفلسطينية؟ تقول لي نعم نجحت، فأنا أريد هنا التصديق. هل يطلب بها التصديق فقط كما عرفنا، وهي لإدراك نسبة بين أجزاء الجملة. أقول لك هل تحب الأزهر؟ تجيبني نعم أحبه، هذا هو التصديق. ما هي للتصور لإدراك اسم الشيء شرحه. أقول لك ما الغضنفر؟ أقول لي الغضنفر هو الأسد. أو لإدراك مدلول الشيء،
يأكل لك ما العنقاء. العنقاء طائر أسطوري خيالي تخيلته العرب وهو أحد المستحيلات. ونسأل بما لإدراك حقيقة الاسم لك ما الإنسان؟ هذا سؤال فلسفي منطقي، إذن ما يطلب بها التصور؟ من كذلك للتصور، وهي إدراك ذي العلم باسمه أو بوصف معين. من أنقذ العرب من ضلال الوثنية؟ تقول لي محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أنا أدرك المبتدأ، عايز المبتدأ. أعزائنا الطلبة والطالبات، في هذا الدرس تعرفنا إلى أسلوب الاستفهام، وهو أحد الأساليب الإنشائية التي عرفنا جزءا منها في الفصل الدراسي الأول. في هذه الحلقة عرفنا الاستفهام لغة واصطلاحا، وعرفنا عن أي شيء نستفهم، وعرفنا أننا نستفهم طلبا للتصور وطلبا للتصديق. أعزائنا الطلبة والطالبات، إلى هنا انتهى درسنا. شكرا على حضوركم الجميل، والسلام عليكم ورحمة الله.